منذ زمن بعيد كان لرجل 3 أبناء. كان الرجل قد صار شيخا وكان له مال كثير، وكان أبناؤه قد بلغوا سن الرشد، وبالرغم ذلك لم يكن أحدهم قد احترف حرفة أو تعلم صنعة يتكسب منها، فأخذوا ينفقون من مال أبيهم حتى كادوا يفنونه. فلما رأى الأب أبناءه على هذه الحال لم يعجبه منهم ذلك، ولذلك جمعهم وقال لهم: إن كل إنسان عاقل في هذه الحياة عليه أن يسعى إلى تحقيق 3 أهداف: سعة في الرزق، ومنزلة محترمة بين الناس، وعمل خير من أجل الآخرة. فقال الابن الأكبر: صدقت يا أبي، هذا ما يجب أن يسعى إليه كل عاقل في هذه الحياة. واستمر الأب قائلا: ولكي يحقق المرء هذه الأهداف فإن عليه 4 واجبات يجب أن يقوم بها: اكتساب المال بالحلال، ثم استثمار هذا المال وحسن القيام عليه حتى ينمو، ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويقوم بحاجة الأهل والإخوان والمحتاجين، فيعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة. فقال الابن الأوسط: هذا حق يا أبي. وأضاف الأب: فمن لا يعمل لن يكون له مال يعيش منه، ومن اكتسب المال ولم يحسن القيام عليه ضاع المال وبقي صاحبه بلا مال، ومن اكتسب المال ولم يستثمره حتى ينميه ويكثره نفذ المال حتى ولو كان ينفق منه بحرص وحذر، ومن كان له مال ولم ينفعه من أجل نفع الدنيا والآخرة كان كالفقير المعدم الذي لا مال له. فقال الابن الأصغر: قد أحسنت يا أبي، يجب على كل منا أن يبحث لنفسه عن مهنة يتكسب منها رزقه. وقال الابن الأكبر: أنا سأنطلق إلى أرض ميون لأجرب حظي هناك. فوافقه الأب ودعا له بالسلامة والرزق. تجهز الابن الأكبر للسفر وانطلق مع بعض أصدقائه في مركبة يجرها ثوران، أحدهما كان يسمى شتربة والآخر كان يسمى بندبة. ومرت المركبة في طريقها بمكان موحل فيه طين كثير لزج، فغاصت أقدام شتربة في الطين وسقط فيه، وحاول الابن الأكبر وأصدقاؤه أن يخرجوا الثور من الطين فلم يفلحوا. ولما يئسوا من ذلك قال الابن الأكبر لأحد أصدقائه: سنمضي نحن في طريقنا بالمركبة بثور واحد هو بندبة، وتبقى أنت هنا لحراسة ثور شتربة حتى يجف الطين من حول أقدامه فتخرجه وتلحق بنا في ميون. وانطلق الابن الأكبر بالمركبة مع بقية أصدقائه، بينما بقي ذلك الصديق الذي عينه لحراسة ثوره شتربة. فلما بات الصديق ليلته في حراسة الثور شعر بالضيق وتبرم من وحشة المكان، فترك الثور في الوحل وانطلق حتى لحق بالابن الأكبر وأصدقائه فأخبره أن الثور قد مات. أما ثور شتربة فإنه عندما وجد نفسه وحيدا بلا أنيس أو رفيق أخذ يجاهد محاولا حتى استطاع أن يخلص أقدامه من الطين اللزج، ثم انطلق يبحث عن طعام فوجد مرجا واسعا فيه عشب أخضر وجدول ماء عذب، فأخذ يأكل حتى شبع ثم شرب حتى ارتوى. وأقام شتربة في المرج حتى سمن وأمن من خوف، ثم أخذ يخور ويرفع صوته بالخوار. وكان قريبا من المرج غابة صغيرة،
فيها أسد ضخم عظيم الهيبة، وقد التفت حوله السباع والذئاب والثعالب والفهود والنمور وبنات آوى وغيرها من الحيوانات الظواري والوحوش الكواسر. وكان الأسد ملكا على كل هذه الحيوانات، يأمر وينهى كيف شاء، والجميع يأتمرون بأمره ويطيعونه خوفا منه، ويأتونه بطعامه كل يوم خوفا منه. وكان الأسد مقيما في منزله لا يبرحه أبدا، ولم يكن قد رأى ثورا قبل ذلك ولا سمع صوته، فخاف في نفسه وتعجب من هذا الصوت الغريب المدوي الذي سمعه، لكنه لم يحاول أن يظهر ذلك لمن حوله من وحوش حتى لا تحتقر جهله ولا تعود تهابه. وكان من جملة خدام الأسد وأتباعه المخلصين حيوانان من بنات أعوى، أحدهما هو كليلة والآخر هو دمنة. كان كليلة ودمنة لا يبرحان باب الأسد، وكان كل منهما ذا دهاء وذكاء وعلم وحكمة. فقال دمنة لأخيه كليلة: ألم تلاحظ يا أخي أن الأسد مقيم باستمرار في منزله لا يبرحه أبدا؟ يجب أن ننصحه بالخروج من منزله حتى يرى الدنيا. فقال له كليلة مستنكرة: من نكون نحن حتى نسأل هذا السؤال ونتحدث فيما يجب على ملكنا أن يفعله أو لا يفعله؟ لسنا وزيرين ولا مستشارين مقربين من الأسد حتى نناقش هذا الأمر، ما نحن إلا خادمين مطيعين وحارسين يقظين بباب الملك، نفعل فقط ما يأمرنا به. فقال دمنة: أعرف ذلك يا أخي، ولكن على المرء أن يسعى ليرتفع من منزلته الوضيعة إلى منزلة رفيعة يسر بها الصديق ويكيد العدو. فقال كليلة ناصحة: إن لكل إنسان منزلة وقدرا وشأنا، وعليه أن يقنع بها، لأن من نظر إلى من هو أعلى منه أتعب نفسه ونغص عيشه. فقال دمنة: كم من وضيع ارتفع إلى أعلى المراتب، وكم من رفيع المقام هوى. المرء يا أخي ترفعه مروءته من منزلة وضيعة إلى المنزلة الرفيعة، ومن لا مروءة له يحط نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة، ونحن بمروءتنا أحق بالمنزلة الرفيعة. فقال كليلة: تريد أن تتقرب من الأسد حتى يقلدك منصبا رفيعا أو يجعلك أحد مستشاريه؟ وقال دمنة: هذه فرصتنا ويجب ألا تضيع. فقال كليلة مستنكرا: كيف تطمع في ذلك ولست بصاحب سلطان أو مركز كبير؟ وقال دمنة: الرجل الشديد القوي لا يعجزه الحمل الثقيل، المهم أن أكون قريبا من الأسد. فقال كليلة ناصحة: ثلاثة أمور لا يجرؤ على الإقدام عليها إلا الأهوج، ولا ينجو منها إلا قليل: صحبة سلطان، وائتمان الأحمق على الأسرار، والإقدام على الشرب السم لتجربته. فقال دمنة: صدقت، لكن الرجل الفاضل لا يجب أن يرى إلا في أحد المكانين، إما مع الملوك مكرمة، وإما مع المتقين متعبدا لله وذاكرة. وحاول كليلة جاهدا أن يرد أخاه دمنة عن رغبته في التقرب من الأسد ومصادقته، لكن دمنة جعل أذنا من طين وأذنا من عجين، فلم يستمع إلى نصحه وانطلق إلى داخل المنزل للقاء الأسد. استأذن دمنة ودخل على الأسد فسلم عليه، فنظر إليه الأسد مستنكرا
ونظر إلى بعض جلسائه قائلا: من هذا الشخص؟ فأجابه أحد جلسائه قائلا: إنه دمنة ابن فلان. فالتفت الأسد إلى دمنة قائلا: كنت أعرف أباك، أين أنت الآن؟ فقال دمنة: أنا من خدمك المخلصين أيها الملك العظيم، ولذلك فأنا ملازم لبابك ليل نهار رجاء أن تحتاج إلي في أمر خطير أو مشورة، فأعينك فيهما برأيي أو أبذل لك نفسي. فظن الأسد أن لدى دمنة نصيحة أو رأيا مفيدا جاء يشير عليه به، ولذلك التفت إلى جلسائه قائلا: إن العالم الحق ذا مروءة ومشورة، والرأي غالبا ما يكون مغمورة، لكن يبدو أن منزلة دمنة قد آن لها الأوان حتى تعلو وترتفع. فلما أدرك دمنة أن الأسد قد أعجب به قال: هذا يزيدني إصرارا على خدمتك أيها الملك، وثق بأنني لن أقصر في ذلك الرأي النافع والمشورة الصادقة لك. فقال الأسد: هذا ما آمله. ويبدو أن دمنة قد رأى نظرات الحسد في أعين الحاضرين، فأراد أن يعرفهم أن ما ناله من إكرام الملك له يرجع إلى علمه وعقله، وليس لأنه كان يعرف أباه. فقال: إن الملك لا يقرب الناس منه لمعرفة آبائهم وقربهم منه، لكنه ينظر إلى كل رجل بما عنده وبما هو أهل له، وينظر إلى مدى ما يبذله له من رأي صائب ومشورة نافعة. فلما انتهى دمنة من كلامه زاد الأسد في إكرامه وقربه منه في مجلسه وأغدق عليه الهدايا، وأصبح يستشيره في كل أموره ولا يستغني عن مجالسته. وهكذا التحق دمنة بخدمة الأسد، فكيف صارت الأمور معه؟ وهل يوفق في بذل الرأي والمشورة للأسد؟ أم أنه سيكون له رأي آخر؟